مساء الخير مشاهدينا الأعزاء، مساء العروبة ومساء النصر ومساء الشهامة والفخر لأهل مصر في ذكرى حرب أكتوبر عام 1973. نتحدث عن مرور 51 عام على هذا النصر ولا زلنا ننتشي فرحة هذا النصر. إذا نقول عن مصر بأنها استطاعت وبأنها قدرت على كسر شوكة الغطرسة الإسرائيلية، هذا الجيش الذي كان يعتقد بأنه لا يقهر ولن يقهر، لكن جاءت الإرادة المصرية وجاءت أيضاً تقدير الموقف الناجح للاستخبارات الأمنية العسكرية الإسرائيلية وبالتعاون أيضاً في مختلف الجبهات مع الدول العربية ليجيء صوت العروبة ويقول لمصر ها نحن معكم نمد أيدينا إليكم لنكسر شوكة إسرائيل. مبروك يا شافكي. عجبني الكلام، لنكسر شوكة إسرائيل. إن شاء الله فعلا ده اللي حدث تماما. يعني نصر أكتوبر بالنسبة للمصريين هو رفع الرأس، الكرامة، العزة، الإرادة. يعني في كده حالة حلوة، وهتلاقي دايما كل يعني من كان في هذه الحرب ومن عاش هذه السنوات يقول لك روح أكتوبر، لأن كانت الجبهة مشتعلة بالطاقة، مشتعلة بالحماس، مشتعلة بإن عودة الأرض، وكان الشارع المصري عنده نفس التواصل مع الجبهة. 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، الاتنين كانوا في نفس التوقيت، وكان الشارع المصري كانت البهجة، كانت السعادة، كانت النصر، كانت متابعة طبعا أيام الحرب، خصوصا إنها كانت في الشهر الكريم، فكان النصر لا ينسى ولن ينسى. يعني كسر الغطرسة الإسرائيلية وأيضا عبور قناة السويس، رفع العلم المصري، دخول إلى خط بارليف اللي قدرت الهندسة المصرية والتفكير المصري بأنه يهدم هذا، يعني خط بارليف المنيع الفظيع اللي قيل عنه يعني في كل وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه لا يكسر ولا يهدم. قدرت الهندسة المصرية والتفكير إن هذا الخط يتم هدمه بخراطيم من المياه. فهذه الحرب لا تنسى أبدا، وهذا الكيان يعني اللي بغطرسته الشديدة قدرت القوات المسلحة المصرية والعربية إنها تعيد الأرض. أيام كلها مجد لا تنسى أبدا يعني. أكيد. وأنا سعيدة بوجودك معايا النهاردة. شكرا. وإحنا شكرا. بنتكلم كده عن نصر أكتوبر، وأنا سعيدة إنه بدنا نوصل هذا الشعور لكل المشاهدين العرب بإنه نصر أي دولة عربية كلنا صحيح. بنفرح، وهذا صحيح. نصر إلنا كلنا. عندما نتحدث عن نصر لمصر هو نجاح للأردن، ونصر للأردن وللعراق ولفلسطين. إن شاء الله يا ربي يجي يوم وكلنا في بيت للكل نحكي أيضا انكسرت. عايزة أقول لك يا لانا إنه على المستوى الشعبي كان في حكايات لطيفة جدا عن أكتوبر. يعني مثلا الشاعر الكبير بليغ حمدي والعظيمة وردة والشاعر الكبير عبد الرحيم منصور جم وقفوا هنا على باب المبنى، مبنى التلفزيون ما كانش حد بسهولة يقدر يدخل، حتى النجوم الكبار كان لازم يبقى فيه استعدادات وتصريح، فقال لك هندخل، وباتوا هنا يومين علشان يعملوا أحلى أغنية يعني قدموها واتكتبت واتلحنت واتزاعت في نفس التوقيت للجنود اللي واقفين على الجبهة. يعني البعد المعنوي، البعد المعنوي كان كبير كبير. أكيد أعتقد عندنا إحنا رقم مذهل أيضاً نحكي لمشاهدينا قبل أن ننتقل لضيفنا. داخل الحرب أكتوبر 73 جواتها كان 51 معركة، في كل معركة فازت فيها مصر بمساعدة الدول العربية. إذا 51 معركة داخل هذه الحرب لم تكن سهلة، فنحكيها بكل فخر، وإن شاء الله هيك يعني مزيد من النجاحات والانتصارات عندما يكون هنالك إرادة وتكاتف عربي وكلمة واحدة الله أكبر كانت مفتاح لنجاح هذه الحرب. أكيد مش ممكن ننسى بسم الله الله أكبر، عدينا القناة وحلوة بلادي السمرة بلادي، وأنا على الربابة.